المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ بشار عبد الكريم. أستاذ بشار محب نرحب فيك بداية. حضرتك صاحب ومؤسس MRF. نعم. عرفنا أكثر عن نفسك وعرفنا أكثر عن البزنس الخاص بك. هي شركة إصلاح السيارات سويناها بالإمارات، وأنا كنت مقيم يعني مجنس بالسويد ستوكهولم، وجيت شهر الثاني للإمارات وفتحت هذا الجراج، أخذت هذا الجراج MRF أوتو سيرفيس وسويت إيجار السيارات بالأرامة رنت كار، والحمد لله نشتغل بالإمارات. الحمد لله. طبعاً نحب نرحب فيك معنا اليوم بالبرنامج. خبرنا أكثر عن سبب اختيار دولة الإمارات وبالتحديد مدينة دبي لبدء المشروع الخاص فيك. والله هنا أنا جيت يعني الأمان رقم واحد بالإمارات، واثنين تسهيلات من الحكومة ولقائم وغير الأمور هاي اللي بالبلد. يعني جينا لهنا شفنا المكان يعني الصح. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها للعملاء. يعني صيانة السيارات مثل ما صيانة للسيارة كامل، نسوي بي بي اف والتظليل والبولش والصيانة يعني كاملة عامة للسيارة، وعندنا أجهزة الأونلاين المارسيدس والرانج روفر. ونعم يعني ممكن احنا نفهم انه للسيارات اللي بنحكي انها مثلا فارهة أكثر من الوسط. نعم صحيح. سيارات الفارهة طبعا. حضرتك جيت على دولة الإمارات العربية المتحدة، شوف كمية نحكي التنافس في جميع مجالات العمل، حابين نعرف شو المميز عندك يخلي العميل يرجع ويستمر معك على هو التنافس طبعا. بكل مكان موجود يعني. أكيد كل مكان موجود تنافس، بس هو كل ما نبقى نظافة الجراج، نظافة الشغل، الضمانات اللي نعطيها بالسيارات، يعني نعطي ضمان مثلا بالإصلاح. العميل اكيد اذا هو يكون مثلا جاي المكان نظيف وشغله صح وضمان صحيح يعني اكيد راح يرجع. يعني قدم ضمان على الاصلاح ولا تقدم ضمان اشتراك سنوي كل لا ضمان على الاصلاح، يعني اللي يصلح السياره مالته عندنا ننطي ضمان على السياره، يعني اذا يصير شيء اشكال بالسياره يرجع لنا. يعني عندكم ثقه من الاخر بالستاف وبالكواليتي تبع الشغل. اكيد وهذا شيء ضروري طبعا خصوصا في مجال اصلاح السيارات. اكيد. هل في عندكم اي عروض سنويه باكجات سنويه بحاله انه اذا الواحد حابب يشتري مثلا يشتري ضمان خصوصا بالسيارات الفارهه؟ احنا لسنا نفكر نسوي موضوع الضمان للسيارات اللي يعني نقول موديلات ال 19 وفوق، فلسنا نرتب الامور هذا اللي نسوي موضوع الضمان ان شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق حبيبي. خبرنا اكثر او اعطينا يعني اعطينا نصيحه للمستثمرين اللي حابين يستثمروا في مدينة دبي. والله أنا قلت لك يعني أنا جيت هنا شهر 12 أول مرة جيت للإمارات، شفت الإمارات مكان صح يعني في مستقبل، والحكومة تدعم المستثمر وتدعم يعني الناس اللي تريد تشتغل. طبعاً لازم ما ننسى نعمة الأمن والأمان في الدولة وميزاتها بصراحة. والله الأمن والأمان يعني ما أريد أقول لك 100% قليل، يعني اكثر من 1,000,000% هنا الامن والامان، والحكومه مسيطره الحمد لله، والشعب يعني كل محبون البلد. اكيد طبعا. حابين نشكرك اولا على ظهورك معنا في البرنامج. قبل ما ننهي حلقتنا اليوم حابين نعرف كيفيه الوصول والتواصل مع MRF. احنا خلف شركه قرقاش بالخبيسي، واقدر اعطيكم الارقام والتليفونات والايميل والشغلات، واقدر اي واحد يقدر يتواصل اللي يجي عن طريقكم يقول لي. طبعا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وارقام التواصل ايضا ستظهر اسفل الشاشه. نحب نتشكرك على ظهورك الجميل اليوم معنا في برنامج رواد الاعمال. الى هنا اعزائي المشاهدين ونهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC Arabia. دمتم بخير وفي امان الله.